وجولة على المشهد الاقتصادي مع زميل خالد أبو شقرة. مساء الخير خالد. مساء الخير. ضحكتنا تحت الهواء. تفضل خالد، دايما الأنظار موجهة على صحيح. الموضوع الاقتصادي وعلى القطاع المصرفي، على الموضوع المالي، على الدولار، على صحيح. واليوم لأنه الناس معلقة بخشبة يعني بقشي. صحيح. واليوم كمان في عودة ملف الكهرباء من صحيح. الباب الفرنسي كمان موضوع مهم. تفضل. جدد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 لمهلة إضافية تنتهي في 28 شباط المقبل، يهدف التمديد إلى خفض سعر الصرف من خلال امتصاص فائض الليرات وزيادة عرض الدولار، لكنه في المقابل يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من توظيفات في المركز أو إلى عودة الأخير إلى طلب الدولار من السوق، وبالتالي عودة الدولار إلى الارتفاع. في الوقت الذي توجب فيه المادة الثانية من التعميم 161 المجدد على المصارف دفع كامل المبالغ الموضوعة بالليرة أوراقا نقدية بالدولار في غضون 24 ساعة، ما زالت مليارات الليرات التي وضعها المواطنون على منصة صيرفة محتجزة في المصارف، وعلى الرغم من عدم وجود قرار رسمي بوقف عمليات التحويل الفردية التي سمح بها المركزي إلى حدود 100 مليون ليرة، فإن أغلبية المصارف توقفت منذ 20 يوما عن إتمامها، وفي حال لم تحول المبالغ إلى الدولار وأرجعت بالليرة فإن الخسارة على المودعين ستبلغ بحسب سعر صرف اليوم 20% أو 20 مليون ليرة عن كل 100 مليون جرى وضعها. فماذا تقول رابطة المودعين عن هذه الفوضى الحاصلة؟ الجواب مع عضو الرابطة هادي جعفر. مع الأسف مرة جديدة هيدي المصارف مع حاكم مصرف لبنان بالتكافل والتضامن والتواطؤ بيتربحوا على ظهر الناس، مرة جديدة بيخالفوا القانون وبيحتجزوا أموال الناس، مرة جديدة بيكسروا ثقة الناس فيهم. على كل حال وجود صيرفة غير قانوني لا يحق لحاكم مصرف لبنان أن يحدد أسعار سعر الصرف، هيدا تعدي على دور مجلس النواب، ولكن مع الأسف ما في مجلس نواب يمنع ولا في قضاء حاسب. طالب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم توقيف الصرافين الذين يضاربون على العملة. هذه العملية التي تكررت سابقا في نهاية العام 2019 ومنتصف عام 2020 وفي العام 2021 دائما ما كانت تعطي نتيجة عكسية، فبدلا من أن تساعد في خفض سعر الصرف كانت تؤدي إلى ارتفاعه. واليوم وعلى الرغم من محاولات تغطية سماوات الفشل في إقرار الحلول الاقتصادية بقبوات القرارات الأمنية فإن النتيجة ستبقى ذاتها. في الأثناء عاد سعر صرف الدولار مساء ليلامس عتبة 58500 ليرة متأثرا بعدم خروج قرارات نقدية جوهرية عن المركز. أسعار المحروقات التي سعرت نهاية الأسبوع الماضي على أساس 59000 ليرة استفادت من استراحة الدولار المؤقتة خلال اليوم لتسجل تراجعا في جدولي قبل الظهر وبعده، وقد جاءت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,048,000 ليرة، المازوت 1,095,000 ليرة، الغاز 667,000 ليرة. يعود ناظر مؤتمر سادر بيير دوكان إلى بيروت منتصف هذا الأسبوع من باب الكهرباء، فالسفير الذي فقد الأمل بإجراء المسؤولين الإصلاحات الجوهرية لا سيما على صعيد المالية العامة سيحاول إنقاذ اتفاق استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية. الاتفاق الذي جرى توقيعه في منتصف العام الماضي لم ينفذ منه إلا رفع التعرفة، وما زال ينقصه حوكمة القطاع وتشكيل الهيئة الناظمة. فهل يقتنع دوكان بالإجراءات لاستئناف وساطته الدولية؟ نسأل المدير العام للاستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون. اليوم سوف يكون دوكان أمام المشهد التالي: دولة وقطاع ومؤسسة دخلت في العناية الفائقة وسوف يحاولون إيهامه كما في السابق بحصول تقدم، فيما نحن أمام مجرد إعلان عن تلقي طلبات ترشيح إلى الهيئة الناظمة صادر عن وزير معتكف عن حضور جلسات حكومة تصريف أمان لن تتمكن من تعيين الهيئة، وأمام خطة طوارئ عجيبة اقترحها الوزير وتلقفتها الحكومة مبنية على رفع التعرفة بعد زيادة التغذية وبعد الحصول على سلفة خزينة جديدة بالكاد تكفي لتأمين محروقات لشهرين وتغطية مستحقات متعهد تشغيل وصيانة معامل ومقدمي الخدمات، وأمام مؤسسة تعرف أن الخطة لن تنجح وتعمل على التنصل منها. بفقرة اليوم وين كنا وين صرنا؟
كانت تعرفة السيرفيس في مطلع العام 2020 محددة ب 3000 ليرة، صارت التسعيرة المعتمدة من قبل معظم السائقين 80000 ليرة. تقريش التعرفة بالدولار يظهر انخفاضها من دولارين إلى دولار ونصف الدولار تقريبا، إلا أنه في المقابل فإن بدل النقل الذي يعطى للموظفين والعمال انخفض بنسبة أكبر بكثير، فقد تراجع بدل النقل بالدولار من 6 دولارات عن اليوم الواحد إلى 1.6 دولار فقط، ما يبرر عجز فئة كبيرة من الموظفين والعمال عن الوصول إلى مراكز عملهم في ظل هذه الظروف المنهكة. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام المشهد الاقتصادي لليوم. عودة إليك سمر. شكرا لك خالد. بس هيدا وين كنا وين صرنا؟ مثل واحد عم بيفوق الثاني عن وجعه وعم صيته. صحيح. يعني انه شو المقصود يعني؟ صحيح. انه اللي فينا مكفينا يعني. مع الاسف صحيح. للاسف. هيدا وضعنا المضحك المبكي.